عم نستعمل اليوم مجموعة من المكونات، ما حنسميه دقس ولا ما حنسميه صلصة، بس هي عبارة عن يمكن صلصة فيها كمية الكزبرة أعلى من بقية المكونات. فبستعمل بالخلاط اللي موجود عندي، حأخذ حبة طماطم، خليني قصها وارجع لكم. حنزيد على الطماطم حبة من الثوم، طبعا الثوم لازم هيك يعطي طعم، فهي الصلصة كتير طيبة مع السليق، بما انه ما فيه نكهات قوية وما فيه حر، بنقدر نحن نخليها حرة بالطريقة اللي بدنا اياها، فممكن نزيد كمان شوي من الفلفل الأخضر الحار أو الأحمر حسب ما نحن بنحب، نضيف عليها كمان كزبرة خضراء، وبنحط شوي من عصير الليمون كمان، الحموضة اللي موجودة فيه بيعطي طعم كتير طيب. إذا حطيت طماطم مقشرة ومقطعة، حطينا عليها فلفل حر، حطيت عليها ثوم، كزبرة خضراء، وهلأ بضيف عليها شوي من زيت الزيتون. بحب كتير هاي الصلصة، يمكن في كتير ناس بس بتحب تاكل السليق مثل ما هو مع ملح وفلفل أسود أو مع الدقس التقليدي اللي هو يعتبر شبيه بالصلصة اللي عم نعملها. خلينا نخلط. مقطع قديه بتكون ريحة هاي الصلصة طيبة عن جد، الريحة رائعة، ريحة الكزبرة الخضراء مع عصير الليمون ومع الطماطم. حنصبها بصحن ونقدمها مع الخلطة، فينا كمان نزيد عليها ملح أو نعتمد على الملح الموجود بالسليق.